صباح النور لميس. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. يعني كثير مرات لما بنمارس رياضه معينه بنقسى على حالنا شوي او بنعمل حركه خاطئه، ما هي ابرز الاخطاء الشائعه الرياضيه اللي معقول نوقع فيها؟ هلا طبيعي اي حدا يجي على جيم ما معه جايد او مانوال لحتى يعرف شو ممكن يعمل او شو ممكن موجه يعمل. او مدرب. نعم. مزبوط، بده يحتاج لمدرب لحتى يساعده كيف يتمرن ولحتى ما نأذي مفاصلنا بالأخص. والتمارين الرياضية أكيد ما حتكون بس لوحدة عم تشتغليها على جسمك، حتى لو عم تشتغليها على جسمك فيها تقل جسمك بالذات، وإذا عم تعملي أي أتقال تاني عم بتعرضي لهالمفاصل بحركة غلط أو بسلب معين أو بزحطة معينة تعرضيها لإصابة. كتير في اكسرسايزات شائعة بالجيم بالنوادي الرياضية بيستعملوها الأشخاص بس لأنهم مفكرين هيدا المزبوط يلي ممكن يعملوه، أو أنه هالتمرين بيوصلهم يكبروا عضلة الكتف. نعم. أو عضلة البايسبس أو الإيدين، منشوفها كتير مع نعم. مع الممبرز اللي بيجوا على الجيم، ودائما ننصحهم كيف يعملوها بطريقة أسلم وأنسب. نعم. وما تعرضهم لأي إصابات لحتى يضلهم يتمرنوا، لحتى يضلهم يقولوا عم نستفيد من الجيم، مش يقولوا بطل بدنا نتمرن. نعم لميس، طيب هي الأخطاء اللي عم تحكي عنها هي مرتبطة بالأثقال أو بأي شيء ربما زيادة عن حتى إذا عن وزن جسمنا، حتى إذا بنشتغل على وزن جسمنا في range of motion. يعني هالعضلة هيدي أو هالمفصل هي أو العظم بيمشي بس بحركة معينة ما بنقدر نتخطاها مثلا. نعم. أكثر نعم. عنده قدرة تحمل. طب سؤالنا الأخير قبل بلشينا بالتمارين، شو معقول الإصابة تكون؟ شو خطورتها؟ شو معقول يصير؟ معقول يصير تمزق بالعضل؟ معقول يصير كسر؟ شو معقول؟ التمزق بالعضل، تمزق بالأربطة اللي حوالين العظم، كسر بالعظم أوقات كمان ممكن تصير. نعم. منشان هيك دائما بننصح الأشخاص يكونوا عم يتمرنوا بطريقة سليمة وما تعرضهم لإصابة، ويقدروا يتمرنوا على فترة طويلة مش يوقفوا. نعم. حلو. تفضلي لك أنا. أوكي. أول إكسرسايز شائع بين الشباب بالأخص هو behind the neck press. يعني يضغطوا البار أو التقل وراء رقبتهم. هذا الأكسرسايز كتير غلط لأنه عم بيعرض الكتف يرجع لورا بطريقة مش بطبيعته، وبيعرض يكون يصير معه impingement. impingement هو الضغط على الأربطة يا أما من خلال المفصل أو العظم، وهذا الشيء بيأذي. شغلة تاني كمان، هيدي الحركة بتخلينا نضغط على الرقبة، فقرات الرقبة كتير سنسيتيف كتير حساسة، ممكن هاي الطريقة تأذي الرقبة كمان. نعم. الاكسرسيز التاني أو التمرين التاني بيقولوا له upright row. نعم. upright row هو بينعمل هيك. هاي الاكسرسيز كمان غلط. نعم. ما بننصح فيه لانه عم بيعرض الكتف ليعمل انترنال روتيشن او برمي داخليه. نعم. كمان مش من ضمن الرينج اوف موشن للكتف، ما بننصح فيه، بينما نطلب منه يعودها باكسرسايز ثاني يلي هو ابليفت. حركه الكوع ما بتكون غلط، حركه الكتف بتكون مفتوحه. نعم. بالاخص لايف ستايل تبعنا، حياتنا اليوميه بتعرضنا نشغل جسمنا من قدام وبننسى جسمنا من ورا. مشان هيك ما بدنا نعرض لكتافنا يطبوا زياده لقدام. نعم. اكسرسيز الثالث يلي كثير ناس بدهم يصيروا يشغلوا روتيتر كف او الكف المدوره بالعربي اذا بدنا نحكي، بيكمشوا دمبل بيصيروا يبرموها بهيدا الشكل او من هالشكل لهون. شو عم بيصير هون؟ تقل الدمبل عم يخلي الجرافيتي تقشط لتحت، بتصير ما بتشتغل الروتيتر كوف، بتصير تشتغل عضلة تانية دلتويدز، وهيدا ما بدنا اياه، مش هدف الاكسرسايز. بهالحالة هيدي بنعود بهالاكسرسايز نستعمل ريزيستنس او كيبل او باند مثل هيدي بتتعلق بمطرح، وبصير الريزيستنس فورس من هالميلة لهالميلة نطلع فيها لبرا. هلا اكيد ما عم بقدر اعلق الباند بشي مطرح محكومة بالاستوديو، بس بدنا نتخيل انه هالباند هيدي معلقه بعمود او بمطرح ثابت،
وبدنا نصير نطلع لبرا. بصير تعتمد على تقل الجسم يمكن اكثر على البادي ماس. المقاومه المقاومه بتكون من هالميله بدل ما تكون لتحت بتصير بالبلين يلي بدنا اياه مظبوط. بصير بهالحاله هيدي عم نشغل الروتيتر كوفس يلي هن اصلا عضلات كثير صغيره ما بدنا نعرضها للاذى. نعم. اكسرسايز ثاني وشائع كثير بين العالم وبفتكر كلنا مغلطين فيه هذا الاكسرسايز كثير شائع. بقى ننزل على الارض ونعمل كرانشز. نعم. حدا يقول لي اذا عملنا كرانشز شو ممكن يكون عم ناذي؟ الظهر والرقبة يمكن كمان والرقبة 100%. فينا نعوض عليهم بكثير اكسرسايزز ثانية مثل بلانك. يكون ظهرنا ثابت، جسمنا ثابت، عم نشغل كذا عضلة. وإذا الشخص عنده كتف وعم يوجعه فينا نعمل هولو بادي. نعم. نحصل على نفس النتيجة. طبيعي. 100% بنقدر نحصل على نفس النتيجة حتى نشغلها بطريقة سليمة ما بنعرض حالنا لل نعم للإصابات أو لحتى نضلنا نتمرن على فترة طويلة. حتى لميس في كثير من التمارين اللي مثلا مثل التمرين اللي عملتيه وقلتي إنه غلط وبإذي الرقبة والظهر، في كثير منهم ما بيشغلوا نفس العضلة، يعني بتحسي إنه بتعمليه بسهولة وبيطلع إنه التمرين اللي أصلا عم تعمليه هو غلط مش عم بيشغل ولا عضلة. صح 100%. فينا نعمل 100 كرانش. نعم. بس بذات الوقت ما رح يطلع لنا عضلات البطن المقطعة الستة. حدا يسألني شو هي التمارين يلي ممكن تخلصنا من الشحم حوالين البطن يلي هي كثير شائعة بالجيم، وكثير عم تسألني شو فيني أعمل؟ نعم، هيدا سؤال وجيه. حركة كثير بسيطة، بدنا نسكر تمنع الأكل الغلط. بس. لأنه هني موجودين أصلاً، بس عندنا طبقة هالشحم يلي مغطيتهم، نعم. بدنا نعرف ناكل صح لحتى نقدر نتخلص منهم. نعم. حلو، طيب لميس خبرينا لما يصير في خطأ ويصير في إصابة تمزق بالعضل او حتى كسر او ما الى ذلك، قد ايه العضله او الجسم بحاجه ليرجع يصح؟ وهل هذه الفتره نحن بنقدر نعمل تمارين رياضيه خفيفه؟ كثير حلو هيدا السؤال، لانه كمان كثير شائع بالجيم انه المدربين يتخطوا على مصلحتهم ويلجأوا انه هن يعطوا اكسرسايزز ريهاب. نعم. او اكسرسايزات لحتى يصلحوا هيدا الموضوع، مش من ضمن سكوب اوف براكتس تبعهم. لازم هالشخص اذا ان كي صار عنده تمزق بالعضل او بالاربطه او بالعظم يلجا لاختصاصي قبل ما يرجع على الجيم. ليرجع على الجيم بيكون نحن بلشنا نحن هون قوي له هالعضلات يلي تمزقت او تعرضت. نعم. لاذيه. نعم. مش من ضمن اختصاص اي مدرب رياضي يعطي فيزيوثيرابي اكسرسايزز، بده ينصحوا لهالشخص يلجا لهالاختصاصي قبل ما يرجع لعنده. نعم. نعم. يعني المدرب الرياضيه لميس برايتي، بدي اشكرك على هالفقره، استفدنا منها احنا شخصيا، وبتمنى انه المشاهدين كمان يكونوا استفادوا منها. وبدنا ننتقل انا وراويه مع المشاهدين لفاصل صغير، ونعود بعده لاستكمال باقي فقرات صباح النور وفقره الحياه حلوه بعدها مباشره معي انا وراويه، انتظرونا. Thank you.